اخواتي ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. اليوم بغيت ندير لكم مملحات بنان اقتصاديين ساهلين، كون ديجا درتهم جو بنان، دونك بغيت نعاودهم معاكم. شافيهم هاد لي تارتولات، فيهم لي تارتولات كنت طيبتهم قبل لا بات بريزي. اللي حاب العجينه راني ديجا درت تارتولات بالجمبري الكروفيت، راهي كاينه في القناه تنجموا تحوسوا ليها تلقوها. فيهم دجاج طيبته مرقة، سلقته في مرقة بيضاء، يعني ماشي حاجة واعرة باش ديروا وحدكم. فيها التوابل، عندي ملح، فلفل، كبابة وجوز طيبة، عندي طماطم صبرة جوز للتزيين، عندي جبن ملحي، هذا الجبن كريمي ضروري في الوصفة، عندي بيض وعندي معدنوس، وعندي ديجا هنا كنت قليت البصل والثوم مع شوية الزيت المر تحت. بعد ما قلنا نبغي البصل انا كيما هكا يجي شباب دوري، نزيدو الدجاج، يعني كل شيء طايب، ما غاديش تشد لنا وقت كبير هاد الوصفه باش نديروها. نقلي، نزيد التوابل، من الدجاج طايب هاد الوصفه ما تديش وقت بزاف. نزيد المعدنوس ونزيد الجبن الكريمي، هاي وصفتنا خلاص طابت. قلت لكم الوصفه سهله، كرمش تعاين تقدروا تكملوها. نحي من الغاز، نحي من الغاز ونزيد البيض، غادي يجي كومان سوفلي هذا. البيض يطيب في الفرن من بعد. هذا صافي، هذه وصفتنا وجدت. لي باركات نزيد شويه جبن، عمرها غايب الجبن، وندير حبه طماطم. هذا اللي ما عندهاش طماطم يقد ما يديرش، ما كاينش مشكل، تقدروا ديروا الزيتون اللي حبيتو. بعد ندخلها في الفرن على 200 درجة غير تتحمر وخلاص. هذه وصفتنا كملت. هاي المقابلة تاعنا بعد ما طابت، هاي لا ان شاء الله يربي تعجبكم وتنال رضاكم. شنو نقول لكم؟ صحه فطوركم، الى عجبتكم الوصفه كوم دابيتيد ما تنسوش دعموني في اللايك، ابونيفو، صحه فطوركم، ونقول لكم انتظروني في فيديو قريب. مع السلامه.